احمد الصيني معنا في إمارة الفجيرة، ادق له ويرد. ابوي انا يا اصور ايش يعني اصور؟ انت ضيف تونغ فان يانغ. نيهاو نيهاو. كيف صاحب ايسام؟ الحمد تيك تاك يا صيني هندي كل شيء كل شيء. يا سلام، اليوم في عيش الفجيرة راح تعيش معنا اجواء جدا مميزة. طبعا الريال هذا شكله حاب يعيش قبل ما يطلع معاي. حبيبي اول ما دشيت الفجيرة شفت الشوارع ما شاء الله عبت لي، حتى ياس اصور اقول اللي انا جاي فجيرة وايد بس ما انتبهت للاشياء هذه. الشوارع ما شاء الله رهيبة قسما بالله، يعني حتى المتابعين كانوا يقولوا لي ما شاء الله ما شاء الله على النظافة على الترتيب. يا سلام، وصلنا على الكورنيش بعد. يا سلام. شوف انا ما باك تقول وايد زين، لاني راح اخليك تعيش معي الفجيرة اليوم بمختلف تفاصيلها. كل شيء انت شفته معي راح يكون غير. ليش؟ تم ليش الجمهور يعرف ليش. يلا يلا تفضل معنا لعيش الفجيرة قفزة سريعة. يلا تفضل. ليتس جو يا الربع، ليتس جو ليتس جو. حزام الأمانة أهم شيء، أكيد سلامته أهم شيء. طب يا حي الله بأحمد الصيني. الله يحييك ويبقيك. وأنورت إمارة الفجيرة. الله ينور عليكم يا ربي. خبرني جيتها قبل ولا أول مرة؟ وايدنا وايد وايد. يعني كم مرة؟ كثير كثير، يمكن فوق 350 مرة يمكن. ما شاء الله حلو. شو يوم تيجي شو تسوي؟ يوم أي أدش البحر على طول. يعني أنت إنسان بحري. ايه أنت ما شاء الله عليك أحمد طول عمرك عايش في الإمارات. الحمد لله. شو رأيك في دولة الإمارات؟ حبيبي هاي بلادي اصلا، ما يبالي اقول اي شيء. الدوله هي بنفسها تتكلم. الامارات من اسرع الدول نهوضا. اذكر والله ان قبل 45 سنه يمكن كنت اقول انا جايين من الامارات، يقول شو امارات. الحين اي واحد في العالم بيعرف شو الامارات. اي خلاص ب 50 سنه من صحراء الى جنه خضراء، ما في دوله سوتها اصلا. نعم، تطور وعمران والثقافة، والحمد لله محافظة على عاداتها وتقاليدها وموروثها اللي ما زال يعني من قديم الزمان واليومنا هذا الحمد لله محافظين عليها. يعني أنت ما شاء الله عليك دائما تأتي إلى إمارة الفجيرة. إنزين سؤال، هل تشوفها تغيرت؟ لأنها يوم بعد يوم يا ستتغير. بالفعل المرة هذه وبكل أمانة يوم أنا كنت أسوق إنزين، زوجتي كانت تتصور حتى هي انصدمت، قالت ما شاء الله الشوارع نظيفة. وطبعاً أنا جاي من دبي فساعة وربع بس، وأنا أسوق شوي شوي على مهلي بعد. رواق رواق. معروف عنك الإنسان هذا هو أهم شيء. يعني أهم سؤال، ليش تندم على شيء تسرع 20 كيلو 30 كيلو حق توفر 15 دقائق؟ أبويا خدعة، يعني الأمور ببساطة. المهم الشوارع كانت رهيبة، الترتيب، النظافة. البارحة كنت على الكورنيش، أظن يسمونه المظلة، أمبريلا بيتش. أمبريلا بيتش شارع المظلة. انصدمت والله إني انصدمت. أول شيء طلبت كراك شاي، أعطوني فوقه بسكوت مجاني بخمس دراهم. أنا انبهرت المرة هذه، وحتى عيالي قالوا أبويا ما نبغى نرد باكر. قلت لا بنرد، لازم نرد عندنا مدرسة بعد. فأكيد أكيد اللي ما يجي الفجيرة حرام إنه ما يجي ويشوف الفجيرة. وأنت رجال أول ما تنش تحب تاكل ولا ما تحب تاكل؟ أبا ريو بلالي. أيوة بيض بلاليط شيء دسم نبغى. شيء يعبي سعرات حرارية. إيه محلل هذه القوية. أي للروح عليه بالثقيل، لكن أكل تراثي إماراتي. أموت في التراث الإماراتي. يلا خلنا نروح الحين لأول وجهة لنا اللي من خلالها بناكل بنتريق ريوق فاخر من الآخر، وعقبها إن شاء الله بنبدأ رحلتنا في برنامج عيش الفجيرة. تم 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 تم. أباك تستانس في الطريق وتشوف الأشياء اللي اختلفت الحين.